حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. والبداية من العناوين: بوصلة العالم تتجه نحو العراق كما هو المعروف، البلد المستضيف والمنظم لمؤتمرات دولية تسلط الأضواء تجاهه كمؤتمر بغداد للحوار. الحضور الدولي والإقليمي مع توجه الأنظار للعراق تضفي إليه أهمية أكثر، إذا ما علمنا أن العراق بعد عام 2003 شهد انفتاحا دوليا وإقليميا شيئا فشيئا، حتى وصل الحال اليوم هو لاعب الدور الأساس والمميز بالوساطة وتقارب وجهات النظر. هذا الدور انعكس عليه داخليا من خلال جمع الفرقاء السياسيين بالحضور حول طاولة واحدة للتفاهم والتباحث حول مدى إمكانية توفير الاستقرار السياسي للبلد، خصوصا أن الخبراء اليوم يؤشرون إلى أن استقرار العراق يعني استقرار المنطقة، وهذا ما تسعى إليه حكومة الخدمات، وهو المغزى ربما الأهم من بين أهداف عقد هذه المؤتمرات. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، ولتعزيز التعاون الأمني بين بغداد وطهران في ضبط الحدود المشتركة التي شهدت في المدد السابقة اختلالات واضحة نتيجة اتخاذ الجماعات المسلحة شمال العراق أوكارا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الجمهورية الإسلامية، الأمر الذي ترفضه بغداد وتعده مساسا بالسيادة، وهو ما لا يتوافق أيضا مع نهجها الذي يضمن سلامة الجيران كجزء من منظومة الأمن القومي، بل هو استحقاق، وهذا ما تم الاتفاق عليه بنقاط واضحة في الاتفاقية الأمنية التي وقعت قبل يومين بين مستشارية أمن البلدين. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا. مشاهدينا، يعرف العالم بأهمية وحضور ومكانة العراق في المرحلة الحالية، خصوصا أنها المرحلة التي يراها المراقبون أنها المعركة الأشد ضراوة من بين الحقب السابقة، لما تحمل من تحديات ومواجهات من جانب على صعيد الإصلاح، وجانب آخر مواجهة أذناب البعث الصدامي حتى بعد مرور عقود على سقوط النظام السابق. فنتابع تقرير الزميلة نهى الشمري. بتزامن مع مرور عقدين على سقوط النظام السابق، عقد في بغداد مؤتمر دولي للحوار بنسخته الخامسة كخطوة باتجاه البحث عن الاستقرار السياسي في العراق والمنطقة وتقريب وجهات النظر، بما ركز الحاضرون على نقاشات وحوارات مستفيضة وما يتمخض عنها من مخرجات تطرح أمام صناع القرار لترجمتها على أرض الواقع. اليوم الدور العراق وبغداد في المنطقة دور إيجابي، وجود رغبة لدى الحكومة وكذلك المسؤولين بصورة عامة في بغداد للانفتاح على دول الجوار ودول العالم أيضا فيه مردودات إيجابية على مستويات مختلفة، وبالتالي في الفترة الأخيرة كان لبغداد دورا مهما للكثير من الوساطات، كان آخرها التقارب السعودي الإيراني، وبالتالي توجد آثار إيجابية لهذا الانفتاح وهذا العمل الدؤوب من أجل بغداد. في مرحلة متميزة من تاريخ العراق الذي يشهد فيها استقرارا سياسيا أكثر من سابقتها، تعقد المؤتمرات في العاصمة لانفتاح العالم الخارجي على العراق بعد حقبة 2003، وما أولت الحكومة الحالية من اهتمامات ساعية للاستقرار على الصعد كافة. فمثل هذه المؤتمرات تعرف الفضاء الخارجي بما يحمل العراق من مكانة وأهمية بين الدول. أعتقد أنه العراق اليوم يحاول قدر الإمكان العودة مرة أخرى إلى الساحة الدولية العالمية. أيضا هناك انفتاح من قبل دول العالم باعتبار أن العراق اليوم يتمتع بالأمن الذي طالما حرم منه الشعب العراقي. حقيقة يعني رجوع العراق إلى الحاضرة العالمية هو وضع الطبيعي وهو مكانه الصحيح. لذلك نعتقد أنه الحكومة اليوم تعمل بهذا الاتجاه من أجل استجلاب أكبر عدد ممكن، حتى تكون رسالة يعني للشركات الأجنبية لتفعيل ملفات اقتصادية. حقيقة هناك كثير من المردودات إيجابية في هذه المؤتمرات التي تعني بالشأن العراقي. مساع لجمع الأقطاب السياسية لا سيما المتنافرة منها على طاولة نقاش واحدة لتطرح عليها الرؤى والحوار في نقاط الاختلاف والالتقاء التي من شأنها تخلق بيئة مستقرة على الصعيد الداخلي، أما الخارجي فيعكس صورة التقارب والتوازن بين العلاقات الخارجية، وبالتالي الخروج بتوصيات وحلول ومقترحات لاجتياز العقبات. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور صالح الشذر، وكذلك الترحيب السياسي المستقل الشيخ محمد الدنبوس. أهلا بكم شيخ محمد، والترحيب أيضا بكم دكتور صالح. أبدأ معك دكتور صالح، ماذا يعكس تنامي هذا الاهتمام الدولي بتنظيم المؤتمرات والملتقيات الدولية في العاصمة بغداد؟ نعم، أولا تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الأعزاء. بالتأكيد العراق بلد عمره الحضاري 7000 سنة، وهو أول من علم الكتابة والقراءة للإنسانية جمعاء، ومن العراق انطلقت أول حوار وعلاقات دبلوماسية عندما حقيقة كان هنالك اتصال دبلوماسي في ذلك الوقت مع الملك الفرعوني حيثار الأول وملك بابل، وهذه حقيقة إشارة كبيرة تدون في العلاقات الدولية لموضوع الدبلوماسية وطبيعة الحضارات لا سيما حضارة وادي الرافدين. هذا جانب. وبالتالي هذا التاريخ العريق يحتاج إلى حقيقة واصل بعد غياب طويل للعراق كانت له مكانة كبيرة جدا، ولكن في ثمانيات وتسعينيات القرن العشرين كانت هناك عسكرة في السياسة الخارجية وابعدت العراق عن دوره الطبيعي إقليميا ودوليا، واعتقد أنه الآن يعود وبقوة كبيرة جدا، وهذا يؤشر لعمل السياسة الخارجية الحالية لا سيما دولة رئيس الوزراء السيد السوداني يعمل حقيقة بدبلوماسية المؤتمرات ودبلوماسية القمة، وهذه الدبلوماسية لها تأثير كبير من حيث حقيقة الصدى الإعلامي والتأثير في عقد الاتفاقيات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. وبالتالي إذن هو حقيقة عبور مرحلة كبيرة وتؤشر للسياسة الخارجية عندما كانت فقط ردود أفعال أصبحت أفعال حقيقية. لكن دكتور إذا تسمح لي قاطعك، شنو المعطيات اللي يمتلكها العراق حتى يكون صاحب دور فاعل في مجال السياسة الإقليمية والدولية لا خصوصا الإقليمية؟ نعم أنا أشكرك، سؤال مهم جدا. العراق يمتلك الجانب الاقتصادي اللي يأثر عالميا، من لا يملك الاقتصاد لا يستطيع أن يفعل شيئا في السياسة الخارجية. العراق يمتلك الثروة الثروات الطبيعية ويمتلك الموارد البشرية، ولكن نحن نفتقر إلى توظيف هذه الموارد وأين تضع الحقيقة الرجل المناسب في المكان المناسب. أعتقد أن السودان يحاول جاهدا رغم ضغط الأحزاب، ولكن أعتقد استطاع أن نفاذ حقيقة، ويحتاج إلى تغييرات وزارية مهنية وبالتالي يذهب باتجاه الجانب الاقتصادي الدبلوماسي وهو توظيف السياسة الخارجية خدمة الاقتصاد، وأيضا في الجانب الاستراتيجي، وأعتقد أنه يستطيع أن ينجح إذا ما مضى على نفس الوتيرة، باعتبار أن العلاقات الخارجية لا سيما الإقليمية تحتاج إلى حقيقة عقد اتفاقيات سواء كان في الجانب الأمني أو الاقتصادي أو حتى حقيقة في الجانب الثقافي لتفعيل دور العراق إقليميا ومن ثم ينطلق إلى المسار الدولي. نعم رحب بك مرة أخرى شيخ محمد، أهلا بك. بداية شيخ محمد، شلون تقيمون دور العراق أو دور الحكومة الحالية حكومة الخدمات في الميدان الخارجي، تحركاتها على الجانب الخارجي، برأيك شنو هي مردوداتها أو فائدتها داخلية للبلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولقناتكم الكريمة ولضيفك المحترم. بالتأكيد العراق بالنسبة إلى يلعب دور كبير الآن بالعلاقات الدبلوماسية، العلاقات الدبلوماسية العفو، إضافة إلى أنه هذا المؤتمر الحوار اللي صار في بغداد هو مؤتمر من أجل أنه جميع دول العالم ودول المنطقة تعرف ووصلت إلى وعي أنه العراق يجب أن يعود إلى وضعه الطبيعي، ودائما يحتضن هكذا مؤتمرات تصب بمصلحة المنطقة وبمصلحة الشعوب. ولا ننسى أنه الدور اللي قام به العراق ما بين الجمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية على مستوى أنه يعني من أجل تذليل الصعوبات والخلافات، والآن اللي يعني كان برعاية الصين، وبعد ذلك تمت العلاقة والتنسيق، والآن راح يتبادلون حتى على مستوى السفراء. هذا كل الدور كان برعاية عراقية يدلل على أنه العراق عراق قادر على أن يحتضن هكذا
أشياء تصب بمصلحة المنطقة وبمصلحة الشعوب. ولا ننسى دور السيد السوداني، رجل الآن يعمل بوتيرة عالية من أجل أن يخلق أجواء حقيقية لعودة العراق. ولا ننسى الاستقرار الموجود الآن، وأتمنى أن يستمر هذا الاستقرار في داخل العراق، وأتمنى من الشعب العراقي أن يساعد هذه الحكومة ويدعم هذه الحكومة من أجل أن تستمر بتوفير الخدمات وتحتضن كثير من هذه المؤتمرات اللي حقيقة تساهم ب يعني عودة العراق إلى وضع الطبيعي. وبالتأكيد أنه الآن الاستقرار هذا يصب في مصلحة العراق وبمصلحة دول المنطقة. طيب، بالنسبة لما ذكرت الدور العراقي كواسطة ما بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية، فعلا كان للعراق هذا الدور الكبير مؤثر بهذه الوساطة، خصوصا العراق سعى طيلة السنوات الماضية لترطيب الأجواء ما بين الطرفين المتنازعين سياسيا، لكن فعلا العراق يمتلك معطيات تأهله أن يلعب هكذا دور مهم؟ أنا أعتقد أنه النزاعات اختلفت، النزاعات العفو انتهت ما بين المملكة العربية السعودية والجمهورية إيران الإسلامية، وكان العراق يعني لاعب رئيسي في هذه الحوارات والجلسات، واستطاع أن يوطد العلاقات ما بين الدولتين. وبالتالي نحن يعني دول إسلامية وشعوب إسلامية، وعلينا أن نبتعد عن هذه الخلافات، وعلينا أن حتى أكو قضية مهمة جدا أنه ننتهي عن هذه الأصوات النشاز والقنوات اللي حقيقة تبث السموم والخلافات ما بين أبناء شعوب المنطقة. واليوم حقيقة بالتأكيد أنه هذه العلاقة اللي تم يعني إعادتها وانتهاء هذا الخلاف الكبير اللي كان بين إيران وبين السعودية، اليوم حقيقة يعني ساهم باستقرار المنطقة. لأن تعرف يعني مثل جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية دولتين يعني كبيرة، وبالتالي الخلاف حقيقة ينعكس سلبا على المنطقة. أما الآن لا، بالتأكيد يعني أكو نوع من الحقيقة الاطمئنان والاستقرار في المنطقة بسبب أنه الحالة الإيجابية اللي صارت ما بين السعودية وما بين جمهورية إيران الإسلامية، وأعتقد حتى راح يتبادلون في على مستوى السفراء في الأيام المقبلة، وهذا شيء جيد حقيقة. ونتمنى أنه العراق يقوم بأدوار كثيرة مثل هذا الدور حتى يبدي يساهم باستقرار المنطقة. ودائما العراق هو أب وأم راعي لهكذا نشاطات تساهم باستقرار المنطقة، ونحن بحاجة لهذه الأشياء. وأتمنى من المجتمع الدولي أن يدعم العراق ويدعم حكومة السيد السوداني، كما أتمنى من الدول المنطقة أن تدعم حكومة السيد السوداني. السيد السوداني شخصية يعمل بهدوء وغير يعني رجل وطني وغير يعني ما يحب يخلق مشاكل وقضايا أخرى، ويتصرف بشخصية هادئة ويعمل من أجل استقرار البلد، ويعمل على أنه أن يخلق الاستقرار في داخل العراق، وحتى أنه احتضانه لهكذا مؤتمرات يدلل على أنه يهتم بشؤون المنطقة يعني. نعم، أعود لك دكتور صالح. يمكن الشيخ محمد ذكر حالة الاستقرار، أكو ربط ما بين حالة الاستقرار داخليا اللي يعيشها العراق حاليا في ظل الحكومة الحالية والمعطيات السياسية المتوفرة، وربط ما بين حالة الاستقرار إقليميا، خصوصا الاستقرار بالعلاقة ما بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية. لكن إلى أي مدى سيستمر هذا الاستقرار بحسب قراءاتكم دكتور؟ وهل تتوقعون أن تكون قادم الأيام أفضل؟ حالة الاستقرار كانت مرتبكة طيلة العقود الماضية، مو فقط العشرين عام الماضية، بل عقود حتى في زمن نظام صدام المقبور. نعم، سؤالك بشقين للإجابة. الشق الأول حقيقة يتعلق فيما الربط بين الاستقرار الداخلي والعلاقات الخارجية. بالتأكيد هناك ربط كبير جدا، كلما كان هناك استقرار داخليا تكون سياستك الخارجية أقوى، وتفاوضك حقيقة يكون من مركز قوة، وبالتالي يحسب لصانع القرار السياسي الخارجي. هاي أولا. هل حقيقة الاستقرار الداخلي هل يستمر أم لا يستمر؟ هذا
يعتمد على عمل البرنامج الحكومي بتطبيقه بشكل فعلي، هذا جانب. الجانب الآخر يعتمد على حقيقة الأحزاب التي أوصلت الحكومة إلى السلطة والتي أوصلت السودان إلى رأس الحكم، عليها أن تتفهم أنه كلما حقيقة كان لك خرق داخليا سيتسبب بعلاقات خارجية متوترة، وبالتالي نذهب باتجاه حقيقة إلى اللامجهول، وهذا حقيقة هو عودة للمربع الأول ونتمنى أن لا يحدث هذا الموضوع. الشيء الثالث والمهم جدا، هل العراق قادر أن يخلق حقيقة توازن دولي لا سيما بين الجارتين الإسلاميتين إيران والسعودية؟ نعم، حقيقة هذا الاتفاق الذي يحصل الآن هو الاتفاق الأمني من ضمن الاتفاقيات التي حقيقة من ضمن الاتفاق الأول الذي من الممكن أن يبرم بين السعودية وإيران، باعتبار يجب أن تكون هناك حقيقة احترام للحدود الجارة لإيران، واعتقد إيران بدأت الخطوة الأولى وقدمت السبت وتحتاج إلى أن يأتي الأحد من الآخرين، باعتبارها عملت مع العراق حقيقة عقد اتفاقيات حدودية ولضبط الحدود وأيضا فيها جانب اقتصادي، واعتقد إيران أيضا يعني تمر بظروف اقتصادية كبيرة وعليها حصار وتحتاج أن حقيقة أن تتنفس إقليميا، واعتقد هذه فرصة كبيرة. التقارب السعودي الإيراني من الممكن أن يفتح المجال للتفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عن طريق الوسيط، هو الوسيط العربي لا اسم العراق والسعودية. نعم. طيب بعد لك يا شيخ محمد، يعني مؤشرات ومؤتمرات الحوار مهمة لإدامة حالة الاستقرار اللي تحدثت عنها داخليا وخارجيا، لكن الفاعل الخارجي برأيك شنو راح يكون موقفه؟ حقيقة المؤتمر هذا يعني إشارة صحية، وحتى دعوة المنظمات الفكرية وباحثين ويعني مفكرين وإعلاميين وأكاديميين كان شيء حقيقة جيد، وبالتأكيد يعني به منفعة تعود إلى العراق وإلى المنطقة. أما الفاعل الدولي والإقليمي أنا أعتقد لديه نسبة من الرضا العالية على ما يلعبه العراق من دور كبير بتهدئة المنطقة، وهذا لكن شيخ محمد بعض الفواعل الخارجية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية فترة طويلة لم تكن ترغب باستقرار لا داخلي في العراق ولا في المنطقة. أنا أعتقد أنه حكومة السيد السوداني حكومة واضحة، والأمريكان يعلمون أنه حكومة السيد السوداني حكومة واضحة وحكومة قوية ومدعومة من الشعب العراقي، إضافة إلى أنه على الأحزاب السياسية اللي أوصلت السيد السوداني إلى سدة الحكم أن تدعم السوداني وأن تعطي مساحة كبيرة إلى السيد السوداني من أجل أن يتحرك بشكل أكبر وأوسع، ويعني يقدم خدمات، يقدم، لا تنسى أنه إحنا عندنا كثير من الملفات العالقة فيها مشاكل كبيرة مثل ملف الزراعة وملف المعامل والصناعة، ملف الصحة، ملف الأمن، كثير من هذه الأمور هي حقيقة بها مشاكل كبيرة ويجب أن تحل. ولا ننسى أنه نسبة العاطلين عن العمل، نسبة شريحة المتقاعدين، كثير من الشرائح تحتاج إلى خدمات حقيقية. الشعب العراقي يصبو إلى حكومة السيد السوداني ويتطلع إلى حكومة السيد السوداني أن تقدم خدمات تليق في المواطن العراقي، وحتى يستطيع السيد السوداني أن يعبر بالعراق إلى بر الأمان، وهذه حقيقة تحسب إلى السيد السوداني. وأنا يعني أحسن الظن بهذا الرجل لكونه شخصية شرقية وابن العمارة وقادر أن يعبر بالعراق إلى بر الأمان، وحتى أنه السيد السوداني الآن يتمتع بخصلة ما موجودة عند الآخرين، يعني الدليل أنه يشكل منطقة أو نقطة اتفاق لدى كل القوى السياسية المتواجدة، سنية أم كردية أم شيعية، والدليل هذا حالة صحية يستطيع أن يستثمرها السيد السوداني. ولم نجد أي جهة أو أي طرف يؤشر على أنه السيد السوداني عليه ملفات فساد، بعكس ذلك، بل عكس ذلك، أنه السيد السوداني شخصية نزيهة والكل يشهد بنزاهته، القاسي والداني، العدو والصديق، وهذا هم يحسب إلى السيد السوداني. لكن على السيد السوداني أنه ما دام استلم تركة كبيرة من الكاظمي، وعليه أن ينهض بهذه التركة، وعلى أنه القوى السياسية أن تعطي فرصة أكبر للسيد السوداني، على الشعب العراقي أن يعطي فرصة أكبر، لأن هذا الرجل نطلع بخير
وإن شاء الله عشمنا به كبير، وهو ابن جاويد وابن ناس طيبين، وبالتالي نحن نأمل أنه يخدم العراق ويتقدم بالعراق إلى بر الأمان. هذا ما نصب إليه من الأخ العزيز السيد محمد شاعر السوداني رئيس مجلس الوزراء. طيب دكتور، يعني أود أن أسألك عن التنوع بالحضور بالمشاركة، كيف قرأتم هذا التنوع؟ خصوصا مثلا مشاركة السفيرة الأمريكية، هل تضع الحكومة أو السياسيين العراقيين حاليا نصب عيونها المصالح الوطنية كأولوية؟ ممكن أن تكون هناك حوار مع الأمريكان، مع الجمهورية الإسلامية، مع السعودية، والدليل بهذا الحضور المتنوع بهذا المؤتمر المخصص للحوار، فيما سابقا كان الحوار متلكئ خصوصا مع أطراف كالولايات المتحدة الأمريكية. نعم، بالتأكيد لا تستطيع أي دولة حقيقة شرق أوسطية أو دولة عربية وحتى الدول حقيقة الأخرى أن تتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية في أي جانب، سواء كان اقتصادي أو سياسي أو دبلوماسي، باعتبار أنه ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية هي القطب الأوحد الذي يقود العالم، ذات الاقتصاد الكبير وذات التأثيرات حقيقة في السياسات العالمية. وبالتالي حقيقة العراق لديه اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي برمت عام 2008، وبالتالي لا يمكن تجاوز هذا الموضوع. أيضا هنالك علاقات شراكة مع الجانب الأمريكي وصداقات من قبل الحكومات المتعاقبة وحتى هذه الحكومة، وبالتالي حضور السفيرة الأمريكية حال حال حضور أي سفير آخر له تأثير حقيقة في المشهد السياسي وفي النظام العالمي الكبير. أيضا التنوع الآخر حقيقة هو موجود من كل الأطياف، وبالتالي هو حالة صحية تؤشر لأي مؤتمر، سواء كان هذا المؤتمر سياسي دبلوماسي عسكري اقتصادي. وإذن لماذا تعقد مؤتمر إذا لا يمكن لك تنوع، سواء كان هذا التنوع داخلي أو إقليمي أو دولي؟ وبالتالي أعتقد أنها حالة إيجابية وصحية في العلاقات الدولية، باعتبار العلاقات الدولية حقيقة الآن تمر في حقيقة ما يسمى ب عولمة السياسة العالمية، وبالتالي حقدا العالم أصبح قرية كونية صغيرة وتحتاج إلى علاقات، وهذه العلاقات يجب أن تكون مرسومة وبدراسة متناهية بدقة ودبلوماسية اقتصادية سياسية واستراتيجية حقيقة، حتى تكون فيها جانب بروتوكولي من الممكن أن يكون حقيقة فيه جانب تأثير إعلامي كبير جدا لهكذا مؤتمرات، حتى تستطيع أن تسوق إلى العالم الإقليمي ومن ثم إلى المسار الدولي. وأعتقد أن العراق نجح في ذلك إعلاميا وسياسيا، ويحتاج إلى نجاح اقتصادي ليستثمر هذا الموضوع لصالح الشعب العراقي. طيب شيخ محمد، هل هناك اليوم حاجة ضرورية لمراجعة العشرين عام الأخيرة التي وصفت بأنها قلقة خصوصا من تجارب إدارة الدولة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد وبناء دولة على أسس صحيحة؟ هل وصلت الحكومة أو السياسة العراقي إلى قناعة بأن الحوار هو السبيل للنجاح بإدارة الدولة؟ بالتأكيد أنه يحتاج مراجعة لكل يعني من ما بعد 2003 ولحد هذه اللحظة. هناك أخطاء كبيرة يعني وقعت في الحكومات السابقة، والآن يعني هاي حقيقة تثقل كاهل الحكومة الحالية. فيحتاج من السيد السوداني أن يراجع كافة هذه الأخطاء للحكومات السابقة حتى يستطيع أن يعالج أو يجد حلول لهذه الأخطاء اللي تراكمت في ظل 20 عام، يعني منها كثير من الأخطاء. احنا ما نريد ندخل بتفاصيل كثيرة، لكن أنا أقولها أنه هذه الأخطاء يجب علينا أن نتركها ونتجه نحو الحوار ونحو الطائلة أو الطاولة العفو المستديرة من أجل استقرار البلد ودفع بالعراق إلى الأمام والنهوض بواقع العراق. العراق صار لعشرين سنة لازم هسه عنده يعني حقيقة، يعني لازم عنده كهرباء مستقرة، لازم عنده اقتصاد مستقر، لازم عنده زراعة مستقرة، لازم عنده معامل ومصانع، كثير من الأمور لازم حدوده يمسكها بشكل جيد، لازم الأمن الداخلي، كثير من الأمور هاي يحتاج. لكن أنا بالإعادة إفادة أنه السيد محمد الشياع السوداني حتى كابينته الوزارية، كابينة بعض الوزراء يعني شخصيات مهنية ويعني يعملون بشكل جيد. أنا يعني أذكر أنه السيد مثلا وزير الكهرباء الآن رجل باختصاصه ومهندس أقدم وكذا وإلى آخره، هذا الرجل قادر أن ينهض في واقع الكهرباء. كثير من الوزراء شخصيات قادرة أن تتقدم وتعمل في وزاراتها وتنهض في هذه
المهمة وتقدم إلى شعبها. اليوم الشعب ينتظر من حكومة السيد السوداني، وعلى السيد السوداني أن يقدم للشعب العراقي كثير من الملفات تنتظر أنه السيد السوداني أن يحلها. لا ننسى أنه ملفات الفساد الكبيرة من عام 2000 بعد 2003 ولحد هذه اللحظة ملفات كثيرة وكبيرة بالفساد يجب أن يعالجها السيد السوداني. السيد السوداني يجب أن يطلق حزمة إصلاحات حقيقية تطال كل الفاسدين المتورطين في المال العام، وأن يقضي عليهم من خلال يعني لجنة مكافحة الفساد، ويخلص الشعب من هؤلاء، لأن هؤلاء حيتان يعني اعتاشوا على القوت العراقي، وبالتأكيد استمرارهم في وجودهم في جسد العملية السياسية هو أذية للعملية السياسية. نعم. وبالتالي غدة سرطانية يجب استئصالها. طيب دكتور صالح، قضية التوازن بالعلاقات الدولية هذه نقطة تركز عليها الحكومة الحالية، ومن أجل استثمار جهودها بملفات ذات أهمية وأولوية للحكومة وللبلاد، منها استرداد الأموال المنهوبة المطلوبين للقضاء مثلا، وصولا لمسارات التنمية والشراكة والاقتصاد والطاقة وغيرها. هل هذا التوازن موجود حاليا وفق المعطيات المتوفرة دبلوماسيا أو سياسيا في الإقليم والمجتمع الدولي؟ نعم، لحد هذه اللحظة حقيقة تحركات السياسة الخارجية وصانع السياسة الخارجية العراقي لا سيما رئيس مجلس الوزراء هي بمسك العصا من الوسط في الجانب الإقليمي بشقيها العربي والإقليمي غير العربي. نعم. وهذا التوازن حقيقة هو أن تكون مصالح العراق مع جميع دول الجوار حسب حاجة العراق وحسب مصلحة العراق أولا. أعتقد أن السيد السوداني يعمل على هذا الموضوع، ولكن يحتاج إلى طاقم حقيقة وفريق دبلوماسي أكثر دقة وأكثر اختصاص حتى حقيقة يعبر إلى بر الأمان، وأيضا حقيقة لم يترك الجانب المسار السياسي العالمي باعتبار هنالك علاقات كبيرة جدا أكبر من الجانب الإقليمي. أيضا السيد السوداني يعمل عليها لا سيما الشراكة مع الجانب الأوروبي وحقيقة مع الجانب الصيني ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا التنوع حقيقة في مسار العلاقات الدولية يجعل من العراق قويا وذو تأثير إقليميا إذا ما استمر هذا الحال. حقيقة هو نوع من التوازن الإقليمي والدولي بشقيه في حكومة السيد السوداني، ولكن يحتاج إلى تفعيل ودقة أكثر، وحقيقة خطة عمل يجب أن تكون مرسومة بدقة متناهية، لأن الإخفاق في العلاقات الدولية سيتسبب في إخفاق داخلي ومن ثم ممكن أن ينهي عمل الحكومة الحالية. نعم. طيب شكرا لك دكتور صالح، وارجو أن تبقى معنا، وشكر الجزيل للسياسي المستقل الشيخ محمد دنبوس، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا لكم شيخ محمد. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ومن جديد نرحب بضيفنا الكريم بصوت وصورة من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور صالح الشذر. أهلا بكم دكتور مرة أخرى، ونود أن نتحدث عن الاتفاقية الأمنية التي وقعت ما بين العراق والجمهورية الإسلامية. بداية، ما مدى أهمية دور العراق في أمن الجمهورية الإسلامية، وبالعكس دور الجمهورية الإسلامية بأمن العراق؟ نعم، بالتأكيد حقيقة هناك دور كبير دعنا نجيب من حيث نهاية سؤالك. هناك دور كبير جدا بالنسبة للجمهورية الإسلامية بضبط الحدود مع العراق، باعتبار أنها دولة مستقرة سياسيا ولديها استراتيجية عسكرية متكاملة على حدودها، وبالتالي العراق حقيقة تحدى كثير من الأخطار في الحروب حقيقة التي الغير منتهية مع العصابات الإجرامية، وأيضا تركة من النظام السابق وأيضا حصار اقتصادي سابق، وبالتالي يحتاج إلى استقرار أكثر. إذن حقيقة العمل
والجهد الأكبر هو يبدي من الجار إيران بضبط حدودها مع العراق بالاتفاق مع الجانب العراقي. واعتقد الاتفاقية التي أبرمت مع السيد شمخاني رئيس المجلس الأمن القومي الإيراني ومع مستشار الأمن القومي العراقي وبرعاية السيد السوداني أعتقد موضوع مهم جدا. نحتاج إلى ضبط الحدود حتى حقيقة هناك كثير من المخدرات تعبر عبر الجانب الإيراني سواء كانت حقيقة تأتي من غير دول ولكن الطريق يأتي عن طريق الحدود العراقية الإيرانية. هذا جانب. أيضا هنالك حقيقة عبور غير مشروع لبعض الجوانب الاقتصادية أو تهريب العملة أو لآخره، وبالتالي هنالك عقوبات دولية مفروضة على إيران وعلى العراق لا يدفع ثمن هذه العقوبات، وإيران تعلم ذلك جيدا. أنا أتحدث بصراحة لصالح العراق ولا حقة ولا حقيقة أجامل أي موضوع على حساب العراق إطلاقا. وبالتالي إذن الاتفاق الذي حصل الآن الأمني بين العراق وإيران هو نتيجة الاتفاق السعودي الإيراني، وباعتبار أنه يجب أن تضبط الحدود مع دول جوار إيران لا سيما العراق، باعتبار العراق حقيقة داعم كبير جدا للجانب الإيراني ويجب أن تكون علاقاته الإقليمية كبيرة جدا. وأعتقد العراق يستطيع أن يفعل الشيء الكثير في الجانب الدبلوماسي صالح الجمهورية الإسلامية حتى في علاقتها مع العالم الخارجي وتوتر علاقاتها مع الجانب الأمريكي. يستطيع العراق أن يفك حقيقة مفتاح اللغز مع الجانب السعودي ومع الجانب حقيقة القطري وأيضا الإماراتي إذا ما هنالك نية صادقة لتحقيق ذلك. واعتقد إيران جادة في هذا الموضوع باعتبارها تحتاج إلى الجانب الإقليم العربي باعتبارها جارة تاريخية للدول العربية وأيضا جارة مسلمة، وبالتالي هنالك روابط كبيرة جدا سواء لا سيما إذا كانت روابط إسلامية أو روابط حقيقة حسن الجوار، وعلى حقيقة الإيران أن تلتزم بذلك وهي ملتزمة لحتى هذه اللحظة باعتبارها أبرمت اتفاق مع الجانب العراقي نستطيع أن نعبر من خلاله إلى حقيقة اتفاقيات أخرى قد تكون قد نلمسها في الوقت القريب، من الممكن ذلك. نعم. أيضا نرحب بالدبلوماسي السابق الدكتور هادي أفقهي ينضم مباشرة عبر سكايب من طهران. أهلا بكم دكتور هادي، وأود أن أسألك عن الاتفاقية الأمنية ما بين الجمهورية الإسلامية والعراق، يعني ما حاضر الاتفاقات الأمنية تضمنت غير أمن الحدود، تضمنت شراكات أمنية أخرى، لكن ما طبيعة المجالات التي تتوقعون أن يتعاون بها البلدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. تحية لك. بالحقيقة هذه اتفاقية مكتملة، إن كان هناك تعاون أمني بين إيران وبين العراق ومن خلال غرفة عمليات مشتركة أيام محاربة داعش وإسقاط داعش بيننا وبين العراق وبين روسيا وسوريا، هذه الاتفاقية استكملت بهذه في الحقيقة الزيارة التي قام بها السيد شمخاني أمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى. طبعا هناك قضايا أخرى وأهمها كان موضوع إقليم كردستان الذي يتواجد فيه إرهاب مسلح مثل الكومولي، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، حزب بيجاك وحزب الحرية وما إلى ذلك. لم تجدي نفعا المراسلات والمخاطرات التي والخطابات التي بلغت أكثر من 70 خطابا ورسالة وجهتها وزارة الخارجية الإيرانية تزامنا إلى إقليم كردستان ولا الحكومة العراقية السابقة. ولكن في أعمال الشغب الأخيرة شاهدنا هناك تدفقا كبيرا من إقليم كردستان في استغلال هذه أعمال الشغب، وطبعا عالجها الحرس الثوري. وبعد زيارة السيد رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيع السوداني كان هناك اتفاق أنه يتم معالجة مثل هكذا قضايا سواء قضايا الإرهاب في إقليم كردستان العراق أو تسلل عناصر إرهابية من نقاط حدودية أخرى من الجانبين وعدم التدخل في شؤون البلدين، وكذلك قضايا التهريب وما إلى ذلك. فهي اتفاقية موسعة حقيقة. إذن تمت هذه الاتفاقية لتكمل التعاون الأمني بكل العراق وليس فقط منطقة دون أخرى.
طيب دكتور هادي، يعني هذه الاتفاقية تعبر عن التزام العراق والجمهورية بمبادئ حسن الجوار وعدم استخدام أراضي العراق منطلق لنشاطات أي عصابات أو جماعات إرهابية، لكن بالنسبة للإقليم، الإقليم يعني هذه الاتفاقية هل ستضمن أو تمنع أو تحد على الأقل من تسلل أي جماعات من الإقليم؟ والإقليم أكد سابقا عدم وجود أي جماعات على أرض الإقليم. يعني نحن خاطبنا الإقليم كما أسلفت بصورة مباشرة وبصورة عن طريق الحكومة الفيدرالية، ولكن كما تفضلت حضرتك يعني دائما كانوا ينكرون أنه لا توجد هناك منظمات تحمل السلاح وتستخدم الأراضي الإقليم ضد الجمهورية الإسلامية. وأنا أزيدك من البيت الشارع يعني المحاولة الأخيرة لقصف إحدى المصانع العسكرية في أصفهان قد تسللوا من داخل الأراضي العراقية وهم اعترفوا بذلك. إذن موضوع الإنكار أخي العزيز لا يجدي نفعا ولا يعالج القضية. يعني إذا تدفقت هذه العصابات الإرهابية، أولا الدستور العراقي لا يسمح استخدام أراضيه ضد أي من دول الجوار، ثانيا قانون دولي أنه من أي دولة يعتدى على دولة أخرى يحق للدولة المعتدى عليها أن تدافع عن نفسها بالشكل المطلوب ووفق المقتضيات الحقيقة الأمنية أو العسكرية. إذن بعد زيارة السيد محمد شاعر السوداني وقبل أن يأتي إلى طهران كأنه التقى بالسيد أظن نوتشيروان بارزاني رئيس الإقليم وتحدث واتفقوا على أنه أولا تستقر قوات عراقية على النقاط الصفرية الحدودية بين العراق وإيران، وكذلك إبعاد القوات المسلحة ومخيماتهم وملاجئهم ومعسكراتهم إلى أبعد نقطة من الحدود العراقية الإيرانية وخلع سلاحهم. أما إذا أرادوا أن يتحولوا حقيقة إلى لاجئين حقيقيين دون ضرر فنحن لا نتدخل في هذا الموضوع، نحن نريد أن ندفع الضرر ونمنع تدفق الإرهابيين لمنع قيامهم ب عمليات في داخل العمق الإيراني. طيب هل لديكم أدلة بوجود دعم دولي لهذه الجماعات الإرهابية أو العصابات من أجل استخدامها كورقة ضغط ضد الجمهورية الإسلامية؟ هل لديكم دليل؟ نعم، يعني خلال أعمال الشغب وما زال لحد الآن هناك زعماء لهذه العصابات الإرهابية مثل رئيس منظمة كومل الإرهابية اسمه مهتدي أو رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، كل يوم نشاهدهم على الفضائيات، والدعم السياسي والدعم المعنوي، وأكيد هناك دعم لوجستي، وهناك كذلك حضور يعني إسرائيلي، هناك مقرات للموساد هي التي تتبنى تنظيم هؤلاء تدريبهم، وخصوصا قاعدة حرير في مطار أربيل. أنا عندما التقيت الجنرال حاجي زادة وسألته عن القصف الأول لمركز الموساد قبل سنة ونيف، قال لي إنه قاعدة حرير يعني ظاهرها قاعدة أمريكية، ولكن هناك ضباط إسرائيليين من الموساد يدربون في الحقيقة هذه العناصر الإرهابية وينسقون النشاطات فيما بينهم ويدفعون بهم إلى داخل، يزجون إلى داخل العمق الإيراني للقيام بعمليات وكثيرة. يعني هناك قائمة نحن قدمناها لوزارة الخارجية العراقية وكذلك للإقليم عندما زار السيد نوتشيروان بارزاني والتقى بالسيد الشمخاني في طهران. طيب أعود لك دكتور صالح. دكتور، هل ترون أنه من الضروري أن تكون هذه الاتفاقات الأمنية مع أربيل أن تأخذ هذه الاتفاقات عمقا أكبر باعتبار أن الأراضي التي تستخدم هذه العصابات أو الجماعات الإرهابية هي أراضي الإقليم وبالتالي أراضي عراقية؟ بالتأكيد أراضي الإقليم هي أراضي عراقية حقيقة، والعراق ملزم قانونا دوليا بأن يحترم جيرانه، وهذا مثبت في دستوره مثل ما تفضل ضيفك الكريم، ولكن أيضا على دول الجوار أن تحترم حدود العراق، وأيضا مثبت في دساتيرها سواء كانت تركيا والإيران والسعودية أو أي دولة جارة أخرى للعراق. وإذا كان هناك حقيقة خرق يجب أن تلتجئ إلى أن يكون هناك من وجهة نظري كمختص في العلاقات الدولية يجب أن يكون هناك تحكيم دولي ما بين هذه الأطراف، وحقيقة وهل هذه
المنظمات التي ذكرها ضيفك الكريم هي منظمات مسجلة إرهابيا أم لا، أم أنها حقيقة من الممكن أن تكون معارضة سياسية للنظام الإيراني، وأيضا العراق حقيقة يجب أن لا يقبل بهذا الموضوع باعتبار تربطه علاقات كبيرة جدا مع الجانب الإيراني، وأيضا على العراق أن تكون حقيقة سياسة الخارجية فعلة على جميع أراضي لا سيما مع الجانب الإقليم، لأن نعتقد أن الإقليم لديه بعض الخروقات في السياسة الخارجية ولديه علاقات و حتى صفقات اقتصادية لا سيما في الحكومات السابقة كانت تبرم مع الإقليم مباشرة دون علم الحكومة لا سيما مع الجانب التركي. بالتالي أعتقد هذه الخرقات يجب حقا العراق أن يتحقق منها أولا، وأن يناقش بحقيقة بمهنية عالية مع الجانب الإيراني هذه حقيقة، سواء كانت هذه الإدعاءات حقيقية أم غير حقيقية، حتى إن كانت حقيقية أو غير حقيقية، لكن كيف يمكن للحكومة المركز دكتور صالح أن تمنع أو تحقق أو تراقب هكذا اعتداءات إن كانت من الإقليم، والحكومة المركز ما عندها ذيك السيطرة أو النفوذ في الإقليم؟ يجب أن يكون لديها نفوذ، وإلا حقيقة هناك مشكلة كبيرة تبقى مع دول الجوار، وسيحتفح ثمنها المواطن العراقي وستتفح ثمنها الحدود العراقية. يجب أن تكون لك حقيقة لجنة مشتركة من في السياسة الخارجية العراقية من الإقليم والمركز تتفاوض مع الجانب التركي وأيضا مع الجانب الإيراني، ويكون هناك حقيقة نوع من القوات المساعدة للبيشمركة من هذه الدول لحماية الحدود. لكن حكومة الإقليم ترفض هذا المبدأ دكتور صالح، رغم أن الشعب الكردي بعد تعرضه إلى قصف من الجمهورية الإسلامية في هذه المناطق التي تتواجد بها هذه المجموعات الإرهابية، الشعب الكردي طالب حكومة المركز بالحماية. يعني على حكومة المركز أن تكون أكثر حقيقة جدية وحزما في هذا الموضوع، وبالتالي يجب أن تضع النقاط على الحروف مع حكومة الإقليم. وأعتقد أن الإقليم من الممكن أن يكون حقيقة لديه إلزام من الدستور العراقي ومن مجلس النواب العراقي حتى تكون يعني يساعد الحكومة في ذلك، وبالتالي أعتقد أن رئيس الجمهورية هو من جانب الإقليم، وعليه أن يتحمل حقيقة أن يكون راعي وحافظ للدستور. وهناك خروقات أيضا حتى موضوع البككة يجب أن تخرج من الأراضي العراقية حتى لا تكون حجة لتركيا لضرب العراق، وأما إذا استمر هذا الموضوع فعلى الإقليم وشعب الإقليم أن يتحمل ذلك، ودول الجوار تستطيع أن تدافع عن حقها وأن حقيقة لها حق الرد إذا ما جاءت الاعتداء من الأراضي العراقية. اليوم هناك اتفاقية، خلينا نرجع إلى دكتور هادي. دكتور، هل نتوقع أن تقدم الجمهورية الإسلامية على قصف أراضي عراقية أو قصف أراضي في الإقليم إن تعرضت إيران لأي اعتداء من ذات الجماعات في ذات المناطق، وإن حدث هذا القصف من قبل الجمهورية هل سيكون بعلم بغداد أم ماذا؟ نعم، يعني أولا فيما يتعلق بموضوع هذه العصابات إنه معارضة سياسية أو عصابات إرهابية، هذا موجود في دستورهم، يعني في القانون التنظيمي الأمن التنظيمي لكومولي، ونحن عندنا كراريسهم موجودة، وهناك معسكرات يتدربون فيها. وأخيرا قبل حوالي 3 أشهر أظن أو أقل ذهبت مراسلة قناة الحدث السعودية والتقت بهؤلاء وعملت معهم مقابلات، وقالوا أين نحن وكم عددنا وماذا نتدرب، وهدفنا هو إسقاط النظام وتحرير كردستان والحاقها بكردستان إقليم كردستان العراق. أنا أشياء مثبتة يعني لا تحتاج إلى جهد كبير، وهم يعترفون أنه موضوع العمليات المسلحة والإرهابية منذ انطلاق الثورة الإسلامية أخي العزيز، من أزمة كردستان في سنندج وفي سقز و بوكان وبانة وعلى ذلك يعني والقامة تطول. ولكن فيما يتعلق بموضوع التعامل الأمني بين العراق وبين إيران، هذا لا يكفي، يعني لا غير كافي، يجب أن يكون هناك اتفاق إقليمي خصوصا لمحاربة الحضور الأمريكي الذي ما يعني حسب القانون الذي أصدره البرلمان العراقي بعد عملية استشهاد قادة النصر، واعترف ترامب بنفسه أنه قام بهذه العملية، الحضور الأمريكي كذلك يهدد يعني الأراضي الإيرانية، يهدد أمن إيران وسيادة إيران، كذلك حضور المنظمات الإرهابية لداعش التي نشطت مع كل أسف بعد مجيء بايدن
في الحقيقة إلى البيت الأبيض، ونعرف أن الحزب الديمقراطي وأوباما هم الذين أسسوا لداعش، والآن بدأت تنشط أكثر يعني عمليات داعش الإرهابية، بالرغم من أنه يعني ليست كالماضي كالسابق، ولكن ما زالت موجودة. نسمع عمليات في العمق العراقي، وكذلك اعتداءات على مراكز خفر، مراكز حدودية، وشهداء في الحقيقة وضحايا لقوى الأمن وما إلى ذلك، وحتى اخترق داعش عدة مرات العمق الإيراني وقاموا بعمليات. إذن موضوع الاتفاقية الأمنية أولا وبالذات يجب أن تكون بين البلدين، وكذلك يجب أن تكون بين الإقليم، لكي نقلص وحقيقة أنه نقيض الحضور الأمريكي الذي هو ثمرة وفي الحقيقة الثمن الحقيقي لدماء شهداء قادة النصر الشهيد سليماني الشهيد أول هنونس ورفاقهم. الشكر الجزيل لكم الدبلوماسي السابق الدكتور هادي أفقهي، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من طهران. شكرا لكم دكتور، وشكرا جزيلا لكم أستاذ العلوم السياسية الدكتور صالح الشاذر، كنت ضيفا كريما. شكرا لكم دكتور، وشكر موصول لكم. مشاهدينا إلى هنا وصلنا وياكم وضيوفنا الأكارم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.